إذن مستمعينا اليوم نقترح عليكم حلوة جانغريتا بالمذاق ديال القهوة والشوكولات ديال الشيف نعيمة أم عصام. نتمنى أنكم تجربوها. غادي نحتاجوا في المقادير 250 غرام ديال الزبدة رطبة واخد درجة الحرارة ديال المطبخ، 250 غرام ديال الكاوكاو البلدي داك الصغير يكون محمر ومطحون بالقشرة ديالو، 3 المعالق كبار ديال السكر كلاصي، راس معلقة صغيرة ديال القهوة سريعة الذوبان، هادي كتبقى اختيارية، اللي تيبغي المذاق ديال القهوة ممكن انه يديرها، واللي ما تيبغيش ممكن يستغنى عليها. غادي نحتاجو الطحين على حسب الخليط، طحين يكون من النوع الجيد الخاص بالحلويات مغرب الجوج حتى ثلاثة المرات. فهادو هما المقادير، وغادي نحتاجو كمية من الشوكولات حتى هو من النوع الجيد اللي غادي ندوبوه باش غادي نغطسو فيه هاد الحلوة ديال نكريطا. فغادي نعاودو، بالنسبة للحلوة ديال نكريطا قلنا غادي نحتاجو في المقادير 250 غرام ديال الزبده رطبه واخد درجه الحراره ديال المطبخ، و 250 غرام ديال الكاوكاو صغير البلدي يكون محمر ومطحون بالقشره ديالو، يعني بكميات متساويه ما بين الزبده وما بين الكاوكاو، 250 غرام يعني ربعه، 3 المعالق كبار ديال السكر كلاصي، راس معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان، وقلنا هذه اختياريه اللي تيبغي المذاق ديال القهوه، واللي ما تيبغيش راه يستغنى على هذا المذاق ديال القهوه. والطحين على حسب الخليط، يكون الطحين من النوع الجيد الخاص بالحلويات مغربل مزيان، مغربل واحد جوج حتى ثلاثة المرات. بالنسبة للطريقة هو أننا غادي نخلطوا هاد المقادير يعني مع بعضياتهم، غادي ناخذ واحد القصريه صغيره ونديروا فيها ديك ربعه ديال الزبده رطبه واخد درجه الحراره ديال المطبخ، اما صينه ولا مقطعه لطريفات صغيورين، غادي نضيفوا ليها ربعه ديال الكاوكاو داك البلدي الصغير حمرناه من قبل وطحناه بالقشره ديالو، هو القشره ديال الكاوكاو البلدي كتكون يعني رهيفه بزاف، يعني ما كيبانش نهائيا، فكنقدو مباشره نطحنوه، كيطحن مزيان منين يعني الكاوكاو ماشي بحال الكاوكاو داك الرومي، من الاحسن يعني الحلويات البلديه، الحلويات ديالنا دائما نديروا فيها الكاوكاو البلدي. قلنا غادي نطحنوه وغادي نضيفوا على الزبده وحنا كنخلطوا، نضيفوا 3 المعالق كبار ديال السكر كلاصي وحنا كنخلطوا، نضيفوا ديك راس معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان اختياريه اللي تيبغي المذاق ديال القهوه، وكنخلطوا مزيان، ثم كنجمعوا الطحين، عندنا ميزاننا الخاص بالحلويات مغربل جوج ثلاثه المرات على حسب الخليط، كنبقاو نضيفوا حتى كتجمع لينا العجينه وكتكون عجينه مرخوفه، ومن بعد ملي كتعجن العجينه كنبسطوها ما بين جوج بلاستيكات بالطريقه العاديه كيف كنخدموا صابلي، كندلكوها مزيان مع جوج بلاستيكات، ومن بعد بالنسبه يعني لهاد الدليك ديال العجينه ديال نكريطا ولا صابلي، بالنسبه لهاد مثلا نكريطا ما غاديش نلصقوا وحده على وحده، يعني مباشره ملي نكونوا كنبسطوها ما بين جوج بلاستيكات ما نخليوش العجينه رقيقه، وفي نفس الوقت ما نخليوهاش طالعه غليظه بزاف، يعني تكون متوسطه، ملي كنطلقوها بين جوج بلاستيكات هذيك الساعه كنخليو العجينه متوسطه، يعني ما طالعاش بزاف وما رقيقاش بزاف، ومن بعد كنقطعوها بالمرشوم اولا الطابع اللي بغينا، مثلث نجمة مربع الشكل اللي بغينا اولا دائري، وكنسطوها في لاطه ديال الفران كندخلوها كطيب، يعني ما كتاخذش بزاف ديال الطياب، نردو ليها البال، وملي كنخرجوها كنخليوها حتى كتبرد مزيان، ثم كناخذوا الشوكولات الخاص بالحلويات كندوبوا على طريقه حمام مائي، يعني كاسرونه لتحت فيها الماء وفوق منها كاسرونه الفوقانيه خاويه فيها غير الشوكولات، ما كيكونش قيسها الماء نهائيا، وكنديروا عافيه مهيله وكنخليو داك الشوكولات حتى كيذوب باش ما يتحرقش لنا مباشره، الا درناه في كاسرونه يعني مباشره نردو ليه البال. على طريقه حمام مائي كتجينا الطريقه سهلة، ملي كيذوب لينا هذاك الشوكولات وكتكون ديك الحلوه يعني بردات، يعني كنخليوها ملي كنخرجوها وقلنا في الفران راه ما كتحتاج للطياب بزاف، ملي كنخرجوها نخليوها حتى كتبرد ثم كنغطسوها في الشوكولات يعني داك اللي ذوبنا، وكنحطوها مزيان مثلا تفرشيطو نديروها في واحد الشبكه باش كتسخطر من داك الفائض ديال الشوكولات، وكنغطسوها مزيان في الشوكولات وكنهزوها ثم كنخليوها حتى كتبرد مزيان هذيك الحلوه، وكنخليو شويه ديال الشوكولات يكون شويه سائل، وكنديروه يعني في يعني اما في داك السرنج اولا مثلا غير بلاستيكه كنلويوها يعني بحال كورني، وكنديروا داك الشوكولات وكل مثلا يعني داك القطعه ديال الحلوه ديال نكريطا اللي غطسناها مزيان في الشوكولات انهبت بزاف يعني بالشوكولات وخليناها نشفات، كنعاودوا نديروا لها هكا خطوط هكا من الفوق، وديك الساعه كنزينوها يعني في التوصيل اللي غادي نقدموا فيه، فكتجي حلوه بنينه بزاف بالمذاق ديال الكاوكاو. كيف ما قلت القهوه كتبقى اختياري اللي تيبغي هذا المذاق، اللي ما تيبغيش يكتفي فقط بالمقادير، وضروري على انه ملي نكونوا كنورقوها وكنبسطوها ما بين جوج بلاستيكات هاد النكريطا
نحاولوا اننا نديروها لاباط يعني العجينه ما تكونش غليظه ما تكونش طالعه بزاف وما تكونش رقيقه الا اذا كنا غادي نلصقوا مع بعضياتهم ملي كنديروا العجينه رقيقه باش كنديروا وحده على وحده باش في العضه ديال هاد الحلوه ما كتجيناش يعني مصعيبه في الفم ملي كناكلوها. فبالنسبه لهاد النكريطه غير قطعه وحده داكشي علاش ما غاديش نلصقوا مع بعضياتهم. نديروا العجينه متوسطه ما طالعاش بزاف ما نخليوهاش غليظه وما نخليوهاش رقيقه بزاف بين وبين ومن بعد كنقطعوها بالمرشوم كيف ما قلنا الشكل اللي بغينا. وضروري على اننا نردوا ليها البال لانه هي دغيا كطيب يعني ما كتحمرش بزاف يعني كتكون واجده نردوا ليها البال قدام الفران. دائما الفران سخون من قبل وعاد ديك الساعه كنديروا درجه الحراره متوسطه باش كنتحكموا فيه اكثر. وملي كنخرجوها كذلك ضروري اننا نخليوها حتى كتبرد باش ما نديروهاش هي سخونه والشوكولاته سخون او لا اي حاجه سخونه غادي تفرست لينا ما تبقاش لينا الحلوه. فمن الافضل نخليو لاطه الفران نخرجوها نخليوها حتى كتبرد مزيان هذيك الحلوه كنمشيو ملي كتبرد تبرد لينا كنمشيو نذوبوا الشوكولات. وعاد ديك الساعه كل قطعه ديال نكريطه بردات كنغطسوها في هذاك الشوكولات ونبداو بالفرشيطه كنغطسوها مزيان حتى كتغلف كتأنغوب مزيان بهذاك الشوكولات. وعاد كنديروها في شي يعني شبيكه باش كتسقطر وكنبقاو غاديين حتى كنكملوا غادي نرجعوا لهاد النكريطه غادي نلقاو هذاك الشوكولات كله تغلف بها ونشفات يعني ملي كنقيسوها ما كنجلخوش يعني بالشوكولات في صبعنا فغادي نعرفوها صافي راه يعني صافي راه نشفات من الشوكولات. وكنعاودوا نديروا ليها يعني الشوكولات بطريقه هكا على شكل خطوط يعني عشوائيه كتعطي واحد المنظر حتى هذه كتبقى اختياريه. فنتمنى تجربوا هذا الاقتراح وبالصحه.